ولا راجع لك باي عرض، ما كانتش عجلتي بتضرب نار ما بقدمهاش، ولا بقول لك ده دم حر عجلتهم ب 35 ولا ب 32، دولت يا باشا على 24500. يعني ان شاء الله معاك 10 روس، 10 روس بسعر بقره ناقصين 50000 جنيه. بمرض الله، بمرض الله، ان كانش طبعا العمده يجيب لك طبعا العجلات الصغيره، العجله طبعا ناقصا عدلها 1002 و3 ما بيشتريهاش. اقسم بالله العجله دي لو اركب لها دبله واقول لك دي بنت استيراد بنت بقره بيور وقت مالك ب 32000 لا تنباع وتنشرى. بس انت هنا بفضل الله في ارض الحمار، ارض المصداقيه بفضل الله. بنت الاستيراد بنقول لك عليها بيور، والخليط بنقول لك عليها خليط عالي. انت قلت لي عجل دول 24000 24500 العرض ده رزق اللي هيدخله بيته ومزرعته يا وزير. اوعى يفوتك العرض، انا بقول لك اهو، عشان طبعا معاك 10 روس ناقصين طبعا كتير، ربنا يبارك طبعا للي هيدخلهم بيته او مزرعته، واللي عايز طبعا اخواتنا اللي عايزين طبعا يحسنوا سلاله في جو ابلي، وما تنسوش طبعا عرض 27500 العجلات الاكبر. تعالوا بقى نشوف طبعا بقى العمده جاب لنا ايه، بناء على ايه؟ توقيع. اللهم صل على النبي. بتطلع النهارده بالسيوم ب 25000. تمام. احط لها دبله واقول لك عليها دي عجله بيور، اقول لك دي عجله ايطالي بيور، دي عجله قديمه القرن طالع اهو. القرن اللي طالع ده انتوا شايفين؟ اه العجله تفاحه، هات تفاحه. العدو من ورا شايفين الفتحه عريضه جدا من ورا يا رجاله؟ عجله سلاله. اللهم صل على النبي. يعني عجله زي كده شايفين يا جماعه؟ والسلاله الثانيه شايفين التلقيح؟ دي عجله التلقيح يا رجاله. دي العجلات بتاعتها. وطبعا معانا السلاله الثانيه اهي ما شاء الله. فتحه طبعا ونظام. شايفين يا رجاله؟ هتديهم بكام للمتابعين يا معلم حمام؟ هقدمهم لك للمتابعين بكام؟ بكام؟ دولت يا وزير عامل لك عليهم ضربه سعر التفاحه من دول بدلا من 32500 عامل لك على الاثنين ضربه جويه ب 41500 جنيه. الاثنين بكام؟ 41500. ب 41500 اللي طالبهم اقدر احملهم له حالا وابعتهم له لحد باب بيته. انت بتقول بكام يا معلم حمادة؟ 41500 مش واحدة، الاثنين. يعني العجلة ما حصلتش فيهم 21000. صلى على سيدنا رسول الله تكسب. يعني العجلة يا جماعة طبعا ما جابتش معانا 21. مركزين العجلة معانا؟ ونشطين. ثواني يا معلم حمادة ثواني. سلالة نادرة. يعني العجلة من دولت ب 20750، ب 20000. 750. اللهم صل على كامل النور. طب رقم تليفونك يا عم حاج عايز يحجز الاثنين دولت؟ رقم تليفوني يا باشا 010 010 980 4 998. خش في البلد عشان معايا سلاله بنت بقره استيراد. العجله طبعا بنت استيراد. اللهم صل. لما اقول لك بنت استيراد شد تحت بنت استيراد دي 1000 خط. تمام. تعالى كده عندي. تعالى شوف الدم رجاله. دي هديه مني للمتابعين. تعالى شوف الجمال. هقدم لك هنا ثلاث عجلات هولشتاين درجه اولى، عجله هولشتاين ابيض واحمر بنت استيراد سلاله نادره، وهولشتاين ابيض واسمر ولاموزين بيور، عجله جايه بفضل مصر رد من بره. دي عجله لاموزين يا رجاله. دي عجله جايه بفضل مصر رد من بره. دي عجله لاموزين يا رجاله طبعا العمر حوالي الاعمار بتاعتكم بفضل ازرق عمر من 6 شهور. شفتين يا رجاله؟ بس عجلات سلاله ولاد استيراد. دول عندنا ايه؟ شايفين الفتحة النور عاملة ازاي؟ شايفين الجنة الفتحة النور عاملة ازاي؟ شايفين الوش؟ تفاح. اللهم صل على سيدنا. ده اللي هو الاشطار الابيض فحم. العمر قد ايه يا معلم حمادة؟ الاعمار دي كلها استاذ عمر من 6 شهور. العجلات دي كلها؟ يعني انت شايف الاحجام الكبيرة دي كلها ما اقولكش بنت سنة. ولا اقول لك بنت 10 شهور، فيما يرضي الله. اللي خلقه ربنا بنقوله لك. يعني لان العجلات دي شاسات عالية زي شاسات الامهات. العجلات ما شاء الله تبارك الله في الفول 180 طبعا ايه؟ انا يا رجالة. تعالى حابب اقول لك بيقول لك السنه المتوسطه يعملوا عجلات قد ايه؟ دولت 6 شهور متوسط موازين العجلات كده ببعضهم دولت 170. العجلات دي كلها 6 شهور يا رجاله ركزوا معانا. ما عندناش طبعا مبالغه في الاعمار، مفيش طبعا مبالغه في الاسعار. بكام بقى الثلاث تفاحات دولت؟ الثلاث تفاحات دول عامل لك عليهم عرض وخصم هديه مني لعيون المتابعين. مش هقول لك النهارده العجله بتاعتهم ب 55000. تمام. مفيش عندي الكلام ده اطلاقا. العجلات دي عامل لك عليهم ضربه جويه لعيون المتابعين. هقدم لك متوسط سعر الهديه من دول 42500. 42000 ونص. اه ده سعر نهائي من لعيون المتابعين. 42500 جنيه يا رجاله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ده زي عم عبد العجله دي. وطبعا لسه طبعا معانا، لسه معانا طبعا خير ربنا كتير. اللي عايز طبعا عجلات بيور
تحت العشر برضه. ده الدم الحر بتاعنا في بطننا. اللهم صل عليك. شايفين رجال البيور؟ ده البيور الرجال اهو. ليموزين ولوشتاين سلالات من اعلى سلالات. 42,500 جنيه طبعا متوسط العجله من دول. ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا النبي. اللي بعده معانا ان شاء الله. ده معاك عجله ليموزين لوحدها ب 55,000 النهارده في اي يوم. بسم الله الله. بسم الله الله. بس ربنا برضه لو شفت اللي يبص في عيننا العجله ديت هيعرفها ايه؟ عشان الناس تقول لك بلدي. امسكها يا عم عبدو، عايز وش العجله ديت. الوش بس قاعد امسك الوش كده بس نوري لما تابعناش مش عايز تديني وشها خالص. ايوه بصوا يا رجاله شايفين العين والكحله بتاع العين؟ ده الليموزين. وش شايف بقى يا معلم تمام؟ تعالى يا عم بابا الله يبارك لك. روح نهايه العرض مع السلاله دي. دي عجله النهارده بنت 70 يوم. العجله دي عمرها 70 يوم يا رجاله. 70 يوم. احنا بقى طبعا عندنا 4 حلبات مظبوطين جدا هم. فيهم لوشتاين دم حر بفضل الله. دي عجله طبعا لوشتاين فيها رجاله في ايه؟ في مونبليار اهي. طبعا لوشتاين في مونبليار. العمر حوالي 70 يوم. بكام بقى تقدم لنا احنا المتابعين؟ التفاحه دي يا صبغون انا هعمل لك عليها عرض. وبص يا رجاله ثواني على حاجه، بس عايزين طبعا نعرفكم مواصفات طبعا من العجله الدم الحر. الرقبه يا جماعه طبعا الرفاعه ايه الجميله. عظم الرجلين طبعا العريض من تحت، الفتحه العريضه جدا من ورا. شايفين يا رجاله؟ والبدن بتاع العجله يا رجاله، مش عجله مش عجله معلقه، البدن طبعا بتاع البيمه. عجله طبعا لسه عمرها 70 يوم. يعني طبعا اللي عايز يفطم ماشي، اللي عايز يكمل لبن مفيش مشكله. اللي عايز رجاله يفطم ماشي، اللي عايز طبعا يكملها لبن مفيش اي مشكله. بكام بقى يا معلم حماده؟ التفاحه دي يا صاحب عمر بتنباع النهارده بنت يوم، بنت يوم واحد ب 25,000. دي عامل لك عليها عرض وخصم البنت 70 يوم هيقدمها لك سعرها مش 45,000، لا دي عامل لك عليها عرض ب 32,500 جنيه يا صاحب عمر. قلت له بكام يا معلم حماده؟ 32,500. 32,500 طالبها اقدر احملها له وابعتها له اي مكان في الدوله بحاله. طب رقم تليفونك بقى عشان عايز نطلبها. رقم تليفوني يا وزير 010 010 980 4 9 9 8. طبعا اللي نفسه في بقره لوشتاين ومش قادر، ونفسه طبعا في عجله لوشتاين ومش قادر، النهارده طبعا وفرنا لها تفاحه امريكانيه اهي سعرها طبعا 32,000. رقم تليفونك يا حشين عايز تتواصل معاك. رقم تليفوني يا وزير 010 010 980 4 4 9 9 8 9 9 8. انا بشكر كل الساده المتابعين اللي حاضرين اللايف بتاعنا من اول اللايف لاخره، الناس اللي بتدعمني والناس اللي بتقف جنبنا، الناس دي كلها على دماغي من فوق، ولو مني كامل الاحترام والشكر والتقدير. حياتي يا معلم فنان. والسلام عليكم. وطبعا اللي عايز ديكور عيادي برضو، اللي عايز ديكور عيادي برضو متاح معانا طبعا اي كميات في الديكور العيادي، موازين طبعا من 200 ل 350 ان شاء الله برضو متوفر معانا اي كميه ان شاء الله. بشكركم على حسن سماعكم معانا ونترككم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.